السلام عليكم. اقتراحنا اليوم بونبونز الشوكولات كيجيو رائعين بالمكسرات. عندي هذا الورد، هذا كيتباع في المستلزمات خاصين بالحلويات، كيجي كيحمق بالالوان ورد بلدي. عندي اكاجو واللوز والكركاع والبيستاج محمرين شويه، خصهم يكونوا شويه محمرين ما يكونوش خاضرين باش كيجيونا مقرمشين فوق ديك الشوكولاته. كنعمل اصناف ديال الكركاع والاكاجو والبيستاج واللوز كما كتشوفوا معايا في الفيديو. من بعد كندوب بالشوكولات تكون نوعيه ممتازه. كنعاود نقولها، الشوكولات يكون نوعيه ممتازه. انا استعملت شوكولاته بالحليب، ممكن تستعمل شوكولات اسود او ابيض، كيبقى الاختيار ليكم. كنملا ديك الكويسات بالمولد سيليكونه، ممكن تستعملوا مربع مثلث الحجم اللي بغيتو والفورما اللي بغيتو. انا استعملت هذا المولد سيليكونه دائري باش كيجيو هكذا مزيونين. كنعملهم في الثلاجه تقريبا واحد 15 دقيقه حتى كيكونوا باردين وتماسكوا معنا، وهذه هي النتيجه. كيجيو كيحمقوا لا شكلا ولا مذاقا. كنعملهم هنايا، كنعمل شويه شوكولات اسود اولا اللي هو نيت اللي خدمت به، وكنلصق هكذا بونبونه ديالي فوز ديك القاعده ديالهم وكنستفهم. الصراحه كيجيو هماويين لجميع المناسبات. دابا هادو خرجوا طوندونس لا الصفحات الاوروبيه ولا المغربيه بالنسبه هكذا للاعراس واعياد ميلاد. شكرا على حسن المتابعه.